السلام عليكم. ما فرقته السياسة جمعته المستديرة، فما هي إلا ساعة فقط وستعطى ضربة البداية لنهائي قبل الأوان بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الجزائري هنالك في قطر برسم ربع نهائي مونديال العرب. هي بكل تأكيد قمة كروية تحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة بين الجارين. أبناء عموتة بعدما حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات عازمون كل العزم للإطاحة بكتيبة بوغرة من أجل مواصلة المسير في حملة الدفاع عن اللقب. احنا جد فرحانين يعني المستوى اللي ظهر به المنتخب في الثلاث مقابلات الاخيره، لا بالنتيجه ولا الاداء كما شفتوا، يعني الكل كان متخوف من المنتخب الوطني. وبالنسبه لهذه المقابله اللي جايه، المقابله صعيبه لانه منتخب الجزائر ماشي سهل، وغيظهر بمستوى اخر لانه شاف المنتخب الوطني كيفاش دوز المقابلات، يعني غيستعد غيشوف يعني نقاط القوه والضعف المنتخب المغربي. كنتمنى ان شاء الله المنتخب ياخذ المقابله بجديه، ما يستانس بالخصم، واخا كانت كما شفنا المنتخب المصري والمنتخب الجزائري لعبوا مقابله بواحد النديه تخوفا من المنتخب الوطني باش من انه ما يطيحوش. هذا ما كيمنعش ان المنتخب الوطني ان شاء الله غادي يكون في مستوى ان شاء الله. وكنتمنوا كما قلت لك المقابله غتكون فيها نديه وغيكون فيها الايقاع، كنتمنوا ان شاء الله نفوزوا، ماشي ضروري النتيجه وانما التاهل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. فيما يخص المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في المونديال العربي، كان مستوى لا باس به. بالنسبه للقاء اللي غادي يجرى يوم السبت ان شاء الله ضد الفريق الجزائري، غادي يكون جد قوي جدا، وغادي يطغى عليه ربما الجانب التكتيكي. ونتمنوا ان شاء الله الفوز للنخبه المغربيه. وتوقعاتي بالنسبه للنتيجه ربما والله تعالى غادي يكون التعادل تما، ولا التعادل، واظن غادي تخرج النتيجه ايجابيه لصالح المنتخب المغربي ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم. بالنسبه للاداء ديال المنتخب المغربي فهاد كاس العرب بالنسبه لدور المجموعات، يعني صراحه شفنا مقابلات جميله، اداء كان في المستوى. الناخب الوطني عرف كيفاش يسير مجموعه اللاعبين ديالو، ثلاثه من ثلاثه تسعود نقاط، يعني خلاتنا نكونوا حنا هما الفافوري فهاد البطوله هذه. بالنسبه للمنتخب، بالنسبه للقاء ديال المنتخب الجزائري نهار السبت ان شاء الله، صراحه هما حظوظ متساويه، يعني ماليش نقولوا كاين منتخب احسن من منتخب، يعني الفريق اللي غيكون متحكم في الاعصاب ديالو غادي يجري اللقاء يعني بشويه عليه، يقدر المقابله تمشي للاشواط ضربات الجزاء. وكنتمناو الفوز للمنتخب الوطني ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي في دور المجموعات ظهر بقوه، ودابا المنافسه يلاه بدات، دابا في دور الربع دابا المنافسه يلاه بدات، وكنتمناو انهم يديروا يكونوا في مستوى جيد، ولا ننسى ولا نستهين بالخصم، خصم جزائري حتى هو عنده ما يتقال. وكنتمناو المنتخب الوطني المغربي تتمناو الفوز ان شاء الله. كبرت الاحلام ومعها كبرت امان الشعب المغربي الذي يطمح بان يتوج منتخبه بمونديال العرب. في المجمل هي مباراه كره قدم ستجمع بين منتخبين شقيقين وستحسم بجزئية صغيرة، والميدان هو الفيصل الفاصل بين رفاق بانون وزملاء بنجاحة. خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، الجزائر.